السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مس نهال عصفور. اليوم احنا رح نبدأ في حل أسئلة صفحة 88 للصف الثامن. الأسئلة لها علاقة بالدرس اللي شرحناه امبارح وحكينا عن اللي هو present continuous passive، وهذا الموضوع له علاقة بالمبني المجهول في حالة المضارع المستمر. حاليا احنا رح نركز على سؤالين بهاي الصفحة، لأنه هو السؤالين فعليا بيحكوا عن الموضوع اللي حكينا عنه. وبعدين احنا بس نشرح الدرس اللي بعد، رح ننتقل للأسئلة الثانية فيما بعد. التركيز هون رح يكون على صفحة في الصفحة على السؤال الأول والرابع. التركيز رح يكون على السؤال الأول والرابع زي ما احنا شايفين هون. زي ما احنا شايفين في عندي هون السؤال الأول بحكي rewrite the sentences use the present continuous passive. الجملة الأولى محلولة people are ignored the rules. The rules are being ignored. احنا لازم لما نيجي نحل الجملة people are cutting down their forests اللي هي الجملة الثانية. people is subject are cutting the verb. are cutting down the verb. the forests اللي هي الobject. the forests جمع plural فبدها تاخد are، بضل عندي are. are being cut down. طبعا مش مطلوب مني استعمل باي، فانا ما بستعمل باي، خلاص بعتمد على الشيء المطلوب مني بالضبط وبفهم السؤال، لانه ثلثين السؤال فهم السؤال هو الاجابه. someone is selling this land. someone singular is selling the verb. this land اللي هي الobject في حالة singular، ففي هاي الحالة أنا بحكي this land is being sold. they are building new houses. new houses اللي هي رح تكون هي موضوع object رح تصير في موضوع subject. new houses are being هون لأنه مش planning an expedition. someone singular اللي هي subject is planning the verb and expedition اللي هي الobject. فأنا في تقسيم الباسيف مطلوب مني اللي هي الobject رح تصير في بداية الجملة هي subject بما أنه مبني للمجهول. فan expedition اللي هي المفرد بصير is being planned. طيب هذا إذا انتقلنا للسؤال الرابع. السؤال الرابع زي ما احنا شايفين مطلوب مني هون إني أنا أكون الجمل بنفس على استخدام الـ present continuous passive. لازم أفهم السؤال بالأول write sentences about each picture using the present continuous passive. أنا عندي هون pictures، أنا عندي هون cat with mouse، في عندي عملية chasing، في حداهم الكات بيلاحق بالفار. الgirl with birds تدعم فيهم. الphotographers المصورين واخدوا في صور للكاسكيد أو للمنظر اللي قدامهم. Okay. Now I have to write sentences by using present continuous passive. بدي أراعي إن subject، دراعي verb، دراعي object، دراعي singular والplural وهكذا. ننتقل إلى الجملة اللي فيها الحل. The mouse is being chased by the cat. زي ما احنا شفنا في الصورة الماوس هون الماوس is being chased by the cat. الماوس عم يلاحق عن طريق الكات. فالجملة راح تكون the mouse اللي قلنا the mouse مفرد is being chased. من chase اللي هي اليطارد، chased الفعل الماضي by the cat. أنا حطيت by لأني أنا مطلوب مني إن الماوس بواسطة مين، أنا مرات ضمنيا بفهم إني راح أستعمل by. البنت هون الجيرل عم تطعم بالمين، بتطعم بالبيردز. فإيش بدي يصير؟ the birds are being fed by the girl. The birds are being fed by the girl. The birds are being fed by the girl. Don't forget that. Okay. Now, if we're going back to this picture, as you said, for something, and we have to make a sentence in order to do something. Okay. Going back. هلا. هون في عندي رجال المصورين باخذوا في صور للمنظر اللي حكينا عنه، فأنا بدي أحكي the photo is being taken by men. the photo is being taken by men. نفس الصورة الرجال باخذوا صورة لنفس المنظر. أنا رجعت للسؤال الأول. السؤال الأول زي ما إحنا حليناه شفوي، هي موجود the forest are being cut down. this land is being sold. new houses are being built. an expedition is being planned.
don't forget that. هلا انا عشان يا تامن ما انسى الموضوع هذا كليا، دايما نصيحة مني ان تحط دايما القاعدة على ورقة قدامك تكتبها، اللي هي السبجكت الفاعل am is are الافعال المساعدة في حالة المضارع، being اللي هي بتحط محل ing، الباست بارتيسيبل فيرب انديكيت ذا باسيف، هاي بتدل على ان الفعل في حالة الماضي الثالث، والجملة في ما دام في being معناته انا في عندي باسيف. نيجاتيف يوزينج نوت اور ان كونتراكشن فورم، يعني يا اما بستعمل بدي استعمل نوت كاملة او بستعملها في الكونتراكشن، الكونتراكشن اللي هي عملية الاختصار فور، يعني لايك isn't aren't contractions mean short forms، الاختصارات يعني تكتب بشكل مختصر. بدي منكم طلب يا تامن هون انك انت بعد ما تحل الاسئلة زي ما انا ما اعطيتك الاجابة الجاهزة، اول شيء تفهم السؤال وتحل وتركز في ايش بتحل وتفهم، وبعديها تبعت لي اياهم على نور سبيس عشان انا اتاكد انك حلتهم ونقلتهم على الكتاب، وضروري جدا وراح احط هذا الحكي على ماب. شكرا لكم يا تامن ويعطيكم الف عافيه.